اليوم غادي نخدمو واحد السلسله ديال التمارين اللي هو عباره عن فرض منزلي مكون من 5 ديال التمارين. بالنسبه للتمرين الاول عندنا ا و بي عددان حقيقيين غير منعدمين. علاش قالوا لنا غير منعدمين؟ يعني ما كيساويو الصفر، حيت هنا عندنا بالنسبه للمقام عندي ا في بي، و الا كان واحد فيهم منعدم فغادي يكون لي المقام منعدم، وحنا كنعرفوا بلي المقام ما خصش يكون فيه نهائيا عدد اللي هو منعدم، بما المقام ما تيكونش فيه عدد منعدم. هذه فقط اشاره. من بعد قال لك احسب وبسط سي، غادي نحاول نحسبه ونبسطو سي. سي عندنا كيساوي ا بي اس 2 الكل اس 3 مضروب ا اس 4 في بي اس 2 على ا بي الكل اس 5. هنا بالنسبه لهاد هنا عندي ا بي اس 2 اس 3، الى عندنا شي عدد اكس اس ان الكل اس ان، اذا اكس كتساوي ان مضروبه في ان، هذه قاعده. اذا هنا غادي نحاولوا 3 غنحاولوا ندخلو على ا وعلى بي، اذا شنو غتساوي ليا؟ غتساوي ليا ا اس 3 و بي اس 2 مضروب في 3. هنا علاش درنا هي 3؟ حيت عندنا هنا يعني بالاساس كتكون الى عندنا ا يعني كتساوي ا اس 1 ديما ما كيتغيرش، وعندنا اي اكس او صفر شنو كيساوي؟ فهو كيساوي واحد. هادو قواعد في القوى. عندي هنا قلنا غتكون عندي واحد يعني غتبقى عندي غير ثلاثة، وهنا مضروبة شنو عندي هنا؟ ا اس 4 بي او 2 غادي نخليها، باقي ما غندير لها والو. ندوز المقام، المقام عندي ا بي الكل اس 5، اذا 5 غادي ندخل على ا بوحده و بي بوحده، اذا تعطيني ا اس 5 و بي اس 5. مزيان. من بعد غادي نجي ونحاولوا نبسطوا اكثر. هنا تبقى عندي ا اس 3 و بي اس 6 مضروب في ا اس 4 و بي اس 2، ولتحت غيكون عندي ا اس 5 بي اس 5. اشنو كتلاحظوا هنا؟ غادي نحاولوا، هنا عندي ا اس 4 و ا اس 3. اشنو هي ا اس 4؟ كتساوي ليا ا اس 3 مضروب في ا، حيت الى عندي جوج مضروبين يعني نفس الاساس، الاساس هو ا والاس هو هذا اللي كيكون الفوق، اذا غتكون عندي ا الاس ديال هذه هي 3 زائد، وهذه قلنا باغ ديفو كتكون واحد، اذا غنديرو زائد واحد. صافي عرفتو ا اس 4 كتساوي ا اس 3 زائد ا اس 2، يعني الا قلنا هنا ا اس 3 ا اس 3 غتكون عندي هنا، وهنا غتكون عندي ا اس 3 مضروبه في ا، اذا نقدر نعمل ب ا اس 3. غادي نحاول ندير التعميل، غندوز لهنا. اذا عندي ا اس 3 وهنا عندي ا اس 2، نحاول نخرج اس 2 من هنا باش ندير قلنا التعميل من بعد. شنو هي 6؟ 6 هي 4 زائد 2، اذا غتساوي عندي هذه بي او 6 كتساوي بي او 4 مضروبه في بي او 2، اذا ا اس 3 مضروبه في بي او 2 مضروبه في بي او 4 مضروبه هادشي كامل. عفوا عفوا عفوا، هنا حاولنا نبسطو. دابا غادي نجي هنا، شنو هي هادي؟ عندي هنا الاساس، هنا عندي نفس الاساس، عندي ا عندي ا، اذا ا اس 3 مضروبه في ا اس 4. غادي نحاول، حيت حتى هادي راه الا درنا ا بي شنو كتعني؟ يعني ا مضروبه في بي، صافي يعني كلشي داكشي راه جداء. اذا ا اس 3 مضروبه في ا اس 4، نقربها لها في ا اس 4 ونضربها في بي اس 6 نقربها لبي اس 2 غير باش تبان ليكم، وهنا ا اس 5 بي اس 5. هنا اللي قلنا عندنا نفس الاساس، شنو كنديرو؟ كنجمعو الاسين، اذا شنو غتساوي ليا؟ ا اس 7 مضروبه في بي اس شحال؟ 6 زائد 2 هي 8، على ا اس 5 مضروبه في بي اس 5. من بعد غادي نحاولو بحال قلتو، غادي بغيت ندير الاختزال، يعني عندي 5 هنايا ا اس 5، اذا انا شنو غادي ندير؟ غندير ا اس 5 مضروبه في ا اس 2. اشنو هي ا اس 5 في ا اس 2؟ هي ا اس 7،
صافي. ومن بعد بي اس 8 شناهي؟ بغيت 5، اذا ندير بي اس 5 مضروبه في شحال؟ في 3. باش ندير 3 زائد 5 تعطيني 8، وهنا ا اس 5 بي اس 5. ومن بعد صافي غادي نختزل بي اس 5 مع بي اس 5، ا اس 5 مع هذه، اذا غتبقى عليا في الاخر ا او 2 مضروبه في بي اس 3. اذا التبسيط ديال هاد العباره شنو عطاني؟ ا اس 2 مضروب في بي اس 3 صافي. الثاني قال لنا اكتب العدد سي على شكل قوى اساسها 10. الاساس قلنا الا كانت اكس اس ان، اذا اكس هو الاساس وان هو الاس، اذا خصنا يكون عندنا الاساس في 10. هنا شنو غادي نديرو؟ غنعوضو بعدا حيت عطاني. ندوزو للثاني قال لنا اكتب العدد سي على شكل قوى اساسها 10. قلنا فاش بسطنا السي شنو شنو لقينا؟ لقينا انها كتساوي ا اس 2 بي اس 3. غنعوض ا بالقيمه ديالها اللي هي 1 على 10 اس 2 ضرب في بي اللي هي 100 اس 2. اذا شنو غتساوي لي هنا؟ غادي نقدر ندخل الاس، غتولي عندي 1 على 10 اس 2، يعني باش كتكون عندي ا على بي اس ام، يعني كتساوي ا اس ام على بي اس ام، هذه قاعده. اذا مضروب هنا في 100 اس 2، عفوا اس 3، اس 3. من بعد غادي شنو هي 10؟ هي 100، 10 اس 2 هي 10 مضروبه في 10 جوج المرات، وهنا نفس هذا. اذا كنديروا جوج الاصفار ديال هادو، تقدروا تحسبوا الكالكولاتيس. وهنا 100 اس 3 يعني بحال قلنا هي 10 اس 2 هي 100، وغنديرها اس 3. وفاش كيكون عندي ا اس ان لكل اس ان كتساوي ا اس ان مضروبه في ان، اذا غتساوي لي 10 اس 6، يعني 6 الاصفار. 1 1 2 3 4 5 6 صافي. اذا هنا نقدروا نكتبوا هذه على شكل 1 على 100 مضروب في 100 مضروبه، شحال بقى لي لحيت جوج الاصفار؟ غيبقى لي 4 الاصفار، اذا تمشي لي 100 مع 100، اذا سي كتساوي 2 3 4 الاصفار. اذا هنا شنو غنقدر؟ هي كتساوي 10 اس 4، حيت قال لينا نديروها على يكون عندنا الاساس هو 10، 10 اس 4 هي 1 و 4 الاصفار صافي. هذه الطريقه. طريقه اخرى شنو نقدروا من لهنايا؟ شنو غادي نديرو؟ غنديرو واحد على 10 اس 2، نخلي زعما الاس، نخدم بالاس، وهذه تكون عندي 10 اس 2 الكل اس 3، غتساوي لي 1 على 10 اس 2 مضروبه في 10 اس 6، هنا 3 في 2 اللي هي 6. من بعد غتساوي لي 10 اس 6 على 10 اس 2. ولا عندي ا اس ام على ا اس ان، شنو كتساوي لي حسب القاعده؟ اس ام ناقص ان، هذه قاعده. اذا غيساوي لي هادشي 10 اس 6 ناقص 2 اللي غتساوي لي 10 اس 4. المهم حاولت نخرجها لكم بجوج ديال الطرق. التمرين الثاني كيقول لنا عطاني بزاف تاع المتساويات، وعطاني باش نبين، يعني عندي 4 المتساويات، ومن بعد قال لي بيني كل وحده. المتساويه الاولى قالنا نبينو باللي هذه 3 زائد جذر 13 اس 2 ناقص 3 ناقص جذر 13 اس 2 كتساوي لي هذيك القيمه. هنا شنو كتلاحظوا؟ هذه كتكتب على هنا عندي 3 زائد 13 اس 2، وهنا عندي 3 ناقص. هنا هذه شناهي؟ متطابقه هامه، وهذه حتى هي متطابقه هامه. يعني شنو خصني ندير في الاول؟ غنحاول ننشر. عندي هنا غنحاول نحتفظ بالقوس، علاش؟ حيت عندي هنا واحد الناقص، وكنقول لكم ديما ردوا بالكم من الناقص، حيت كديروا الا بان لكم ناقص وخفتوا ديروا القوس عاد من بعد حيدوا القوس. عندي هذه شنو هي؟ عباره على ا زائد بي اس 2، ا هي 3 وبي هي جذر 13. اذا 3 اس 2
غندير 3 اس 2 زائد 2 مضروب في 3 مضروب في جذر 13 زائد جذر 13 اس 2 هي 13 زائد ناقص القيمه الاخرى هي 3 ناقص جذر 13. اذا شنو هذه كتساوي ليا؟ 3 اس 2 ناقص 2 مضروب في 3 مضروب في جذر 13 زائد جذر 13 اس 2 هي جذر 13 تساوي ليا هنايا عندي 9 زائد 2 في 3 هي 6 6 جذر 13 زائد 13 ناقص غنحاول ندخل ناقص على هذا الجذر هذا غتبقى ناقص 9 ناقص مع ناقص هي زائد 6 جذر 13 ناقص مع ناقص زائد هي ناقص 13 اذا شنو كتساوي لي هنايا نلاحظوا بلي عندي 9 ناقص 9 ها هي مشات زائد 13 ناقص 13 ها هي مشات وغتبقى لي 6 جذر 13 و 6 جذر 13 6 زائد 6 هي 12 اذا غتساوي لي 12 جذر 13 وداكشي اللي بغاونا نبينو ثانيا قال لي بين هاد المتساوية هذه 2 جذر 5 ناقص 5 عامل 2 جذر 5 زائد 5 اشنو كتلاحظوا بلي هاد العباره هذه عندي هنا 2 جذر 5 وهنا جذر 5 وهنا عندي 5 وهنا عندي 5 كتكتب على شكل ا ناقص بي عامل لي ا زائد بي وهذه فهي متطابقه هامه ايدونتي دي ريماركابل اللي كتساوي لي ا اس 2 ناقص بي اس 2 اذا غناخذ ا اللي عندي هي شنايا هي 2 جذر 5 اذا كتساوي لي 2 جذر 5 اس 2 ناقص 5 اس 2 اشنا هي 2 جذر 5 اس 2 2 اس 2 هي 4 وجذر 5 اس 2 هي 5 هي 4 مضروبه في 5 ناقص 5 اس 2 اللي هي 25 شنو هي 4 و 5 هي 20 ناقص 25 اذا غتساوي لي ناقص 5 هادشي اللي بغاو غادي ندوزو للمتساويه الثالثه قلنا بينو بلي 5 اس 3 الكل اس ناقص 2 نضربها في ناقص 25 اس 5 مضروبه في ناقص 1 على 10 اس 10 مضروبه في 8 اس 5 هادشي كامل كيساوي لنا ناقص 2 اس 5 على 5 اس 6 هاد المتساويه مزيان اننا نخدموها حيت غادي نسترجعوا بزاف ديال القواعد ديال القوى فردوا بالكم هنا مزيان الا عندنا ا اس ناقص ان فقلنا كتساوي 1 على ا اس ان كتول الا عندنا ناقص وبغينا نحيدوه فكنديروا المقلوب هذه قاعده هي اللي غنستعمل هنايا اذا غتساوي لي هذه 1 على 5 اس 3 الكل اس 2 ولا عندنا عاوتاني ا على بي الكل اس ان فكتساوي لي ا اس ان على بي اس ان يعني هاد الاس نقدروا كندخلوا على الفوق والتحت الا انا بغيت ندخل هاد الجوج على الفوق والتحت شنو غتولي عندي بالنسبه للفوق عندي واحد واحد اس جوج فهو واحد وهنا لتحت عندي اس 3 5 اس 3 يعني غتولي عندي 5 اس 3 مضروبه في جوج لان غتولي عندي 5 اس 3 الكل اس جوج اش كتساوي لي كتساوي 5 اس 3 مضروبه في جوج ا اس ان الكل اس ام كتساوي ا اس ان مضروبه في ان قاعده مضروبه هنا ناقص 25 غادي نقدر نخرج هذيك ناقص ندير ليها ناقص 1 اس 5 وتما غتبقى ليا 25 اس 5 فمتفقين ناقص 25 كتساوي ناقص 1 مضروبه في 25 من بعد عندي هذا الشيء مضروب في ناقص 1 على 10 حتى هي غنخرج ناقص 1 غتولي عندي ناقص 1 اس 10 مضروبه في 1 على 10 الكل اس 10 هذا الشيء مضروب عاوتاني في 8 8 شنو كتلاحظوا المهم هنا كتبان لينا انا واحد جوج يعني حاول نخرج جوج يعني الا عندي 8 8 راه معروفه انها كتساوي 2 اس 3 صافي هذه حتى هي
تقدروا تاكدوا منها بكالكولاتريس. اذا هنا غتجي عندي هي 2 اس 3 هي 8 الكل اس 5 صافي. هنا غنجي نكمل غتولي عندي هنا 1 على 5 اس 6 مضروبه ناقص 1 اس عدد سالب الاس ديالو الا كان فردي اشنو كيبقى؟ كيبقى عدد عدد سالب، وإلا كان عنده أس زوجي كيولي موجب. هنا عندي ناقص عدد سالب والأس ديالو فردي، إذا غتبقى ليا ناقص 1 كتساوي ليا ناقص 1 مضروبة شنو هي 25؟ كنعرفو 25 كتساوي 5 أس 2 هي 5 في 5، إذا 5 أس 2 الكل أس 5. من بعد عندي ناقص 1 أس 10، عندي ناقص 1 اس الاس ديالو زوجي، اذا غتمشي ليا ناقص غتولي كتساوي ليا 1، يعني غادشي كامل مضروب في 1، يعني ماشي نقدر نعاود نكتبها هنايا ماشي ما تغير ليا والو في الضرب. من بعد عندي 1 على 10 اس 10، نخليها باقي ما بالي شنو ندير بها. وعندي هنايا 2 اس 3 اس 5، يعني 3 في 5 يعني 2 اس 15. هادي عندي 5 أس 2 لكل أس 5، يعني شنو هي؟ هي 5 أس 10، 5 أس 10. كتلاحظوا هنايا عندي جوج ديال الأعداد اللي عندهم نفس الأس. إلا عندي أ أس إن مضروبة في بي أس إن، إلا عندي نفس الأس شنو كنساوي؟ كتساوي لي أ مضروبة في بي الكل أس إن، هادي قاعدة. إذا شنو غادي ندير؟ غندير 5 مضروبة في 1 على 10 أس 10، إذا غتولي 1 على 5 أس 6، نخرج ناقص هنا ندير هاد ناقص 1، وهادي غندخلها تولي 5 مضروبة في 1 على 10، 5 مضروبة في 1 على 10 الكل أس 10 مضروبة في 2 أس 15. هنا تبقى لي هنا 1 على 5 أس 6. أشنا هي 5 في 1 على 10؟ 5 على 10 أش كتساوي؟ كتساوي لنا 5 على 5 مضروبة في 2 كتساوي لي 1 على 2، إذا هنا تبقى عندي 1 على 2 الكل أس 10 مضروبة في 2 أس 25. وهنا عندي هذه شنو كتساوي؟ 1 على 2 أس 10 كتساوي ليا 1 أس 10 على 2 أس 10، هي كتساوي ليا 1 على 2 أس 10، ونقدر نطلع 2 لا بغيت غتساوي ليا 2 أس ناقص 10. إذا هادشي شنو كيساوي ليا؟ ناقص 1 على 5 أس 6 مضروب في 2 أس ناقص 10 مضروب في 2 أس 25، شنو كيساوي ليا هادشي كامل؟ عندي نفس الأساس، يعني غنجمع الأس 25 وغنديرها زائد ناقص 10 اللي هي 5، إذا غتبقى ليا ناقص، وهنايا 2 أس 5 على 5 أس 6، وهذه هي النتيجة اللي بغاها. المتساوية الرابعة قال لنا بين ليها التعبير كيساوي ناقص 2 على بي. هنا كنلاحظوا بلي عندي جوج ديال القصور مختلفين في المقام، وعندي حتى واحد مختلف عفوا انا في الباص وفي المقام. شنو غادي نحاول ندير؟ غنحاول بعدا اول حاجه انني نوحد المقام ديال الفوق. هنا عندي واحد ناقص بي وهنا عندي واحد زائد بي، اشنو غادي ندير؟ غنضرب المقام ديال هذه في الاخرى اللي هي واحد ناقص بي عامل لواحد زائد بي، وعندي واحد هنا غنضربها في هذه اللي هي واحد زائد بي وناقص هذه اللي هي واحد ناقص بي. صافي حاولت نوحد المقام هنايا ونوحد المقام حتى في التحت، غتولي عندي بي او كاري ناقص واحد من هنا، واحد غادي نضربها في بي او كاري ناقص واحد، وهنا عندي زائد واحد. شنو كيساوي لي هذا الشيء؟ هنا في هذا المقام لاحظوا بلي عندي واحد ناقص بي مضروب في واحد زائد بي، اللي كتساوي لي هي متطابقة عامة على شكل أ ناقص بي مضروب في أ زائد بي، اللي غادي تساوي لي واحد ناقص بي على جوج.
وهنا كتشوفوا مهم بلي كتشابه مع هذه. من بعد غادي نشوف كي غنديروا ليها. غنحاول نشوف هنايا هذا المقام الفوقاني شنو عندي هنا، واحد زائد بي ناقص واحد ناقص مع ناقص هتولي لي زائد بي. اذا واحد ناقص واحد غنمشي ليا هذه، و بي ناقص مع ناقص قلنا هي بي زائد بي اللي تعطيني دو بي. اذا الفوق غيكون عندي دو بي على واحد ناقص بي او كاري، والتحت عندي في هذا المقام شنو عندي هنا، بي او كاري ناقص واحد زائد واحد غنمشي تبقى عندي بي او كاري على بي او كاري ناقص واحد. كتلاحظوا بلي هادي تقريبا كتساوي ناقص في هادي، يعني نقدر ندير هنا غادي نضرب في نعمل بناقص وغتبقى عندي هادي. شوفوا كيفاش غتولي، وهنا عندي دو بي في الفوق وهنا عندي بي، يعني تقدر تحيد لي هاد الاو كاري هادي تحيد مع واحد بي. غتبقى عندي في الفوق جوج على تبان باش تبان كثر، يعني هادشي فيه غير توحيد المقام وتا كيبان. ندير ناقص عامل البي او كاري ناقص واحد على التحت قلنا بقات عندي بي على بي او كاري ناقص واحد. من بعد غنختزل هاد بي او كاري ناقص واحد مع هادي، غتبقى عندي ناقص هاد الناقص ديال هادي وجوج على بي. شي اللي بقى بالنسبه للتمرين الثالث فهو السؤال كيقول لنا عمل التعابير التاليه. نبدا بالتعبير الاول، عندي ا كتساوي 16 اكس كاري ناقص 8 اكس زائد واحد. الا لاحظتوا شويه غتلقاو باللي هذه كتكتب على شكل جذر، يعني الاس. علاش؟ شنو هي 16 كتساوي ليا 4 اس 2. اذا هذه نقدر نكتبها على شكل 4 اكس الكل اس 2، فهادي بداية متطابقة هامة. وعندي شنو هنايا تبقى ليا، عندي شنو هي 8 هي جوج مضروبة في 4 مضروبة في اكس زائد واحد. واحد شنو هو؟ واحد اس 2. يعني حاولوا تشوفوا بزاف بلي اول طريقة ديال التعميل لحد الساعة عارفينها واللي ركزنا عليها هي ديال المتطابقات الهامة. يعني هنا في هذا التمرين غنحاولوا نخرجوا المتطابقات الهامة، وحاولوا تردوا بالكم تشوفوا كيفاش تتعاملوا مع الارقام. شفت 16 مثلا اولا 25، انا كنعرف ان 25 هي 5 اس 2. مثلا 8 هنا حاولت انني فاش كتبان لي هنا 4 اكس اكس، يعني شنو مثلا متطابقه هامه شنو كنديروا؟ كنديروا ا اس 2 ناقص 2 مضروبه في 4 عفوا مضروبه في بي، يعني كتكون عندي واحد 2 هنايا. هنا حاولت تخرج 2 بقات لي 4 واللي هي هادي 4 اكس اس 2. اذا هادي مكتوبه على شكل ا اس 2 ناقص 2 ا بي زائد بي اس 2. اذا غادي تساوي ليا 4 اكس ناقص 1 الكل اس 2. قالوا لي نعملها، فنقدر نكتبها على الشكل 4 اكس ناقص 1 عامل 4 اكس ناقص 1، يعني تكتبوها هي بحال هكا بحال هكا بجوج كيتعتبروا صحيحين. ندوزو للتعبير الثاني، قال لي نعمل العبارة بي كتساوي ليا 16 ناقص 25 اكس اس 2. اشناهي قلنا 16 هي 4 اس 2، وشناهي 25 هي 5 اس 2، وهنا عندي اكس اس 2. اذا شنو كنلاحظوا؟ بلي هادي عبارة كتكتب على شكل ا اس 2 ناقص بي اس 2. اذا غندير ا اللي هي 4 ناقص 5 اكس عامل لي 4 زائد 5 اكس متطابقه هامه. ا اس 2 ناقص بي اس 2 كتساوي ا ناقص بي عامل لي ا زائد بي. صافي انا عملت بي. ندوز للسي، عندي 2 اكس ناقص 1 الكل اس 3 ناقص 8. حاول قلنا بالنسبه للمتطابقه هامه اللي على شكل ا ناقص بي الكل اس 3 شنو كتساوي. المهم هادو فتذكير القواعد ديال يعني المتطابقات الهامه. عندي ا ناقص 3 عفوا ا ناقص بي الكل اس 3 فهي ا اس 3 ناقص 3 ا اس 2 بي زائد 3 ا بي اس 2 ناقص بي اس 3.
و ا اوس 3 ناقص بي اوس 3 فهي ا ناقص بي عامل اوس 2 زائد ا بي زائد بي اوس 2. هادو تا هما علاقه، يعني نقدر نخدم بهادي باش ننشر هادي عاد من بعد، ولكن تقدر ما تسلكنيش. دونك ناخذ نحاول نستعمل هادي ديال اوس 3 ناقص بي اوس 3. عندي هذا التعبير اوس 3 وعندي هنا 8 اللي هي 2 اوس 3. اذا غنحاول نطبق هادي، شنو كتساوي ليا ا ناقص بي ليا 2، فين هي ا؟ هي 2 اكس ناقص 1، 2 اكس ناقص 1 و بي هي ناقص 2، بي هي 2. اذا غنعمل هادي هي 2 اكس ناقص 1 الكل اس 2 زائد ا بي اللي هي 2 مضروبه في 2 اكس ناقص 1 زائد بي اس 2 اللي هي 2، اذا 2 اس 2. نحاول نحيد هادشي صافي، وبقى لي انني نكمل الحساب. اما راه الحد ساعه راه تعملات، هذه هي 2 اكس ناقص 3 عامل شنو هي هذه؟ نحاول ندير هذه المتطابقه هامه اللي هي 4 اكس اس 2 ناقص 4 اكس زائد 1. هذه من بعد هذه غندخلها هي زائد 2 عفوا زائد 4 اكس ناقص 2 زائد 2 اس 2 هي 4، 2 اكس ناقص 3 عامل عندي 4 اكس اس 2 بوحدها ناقص 4 اكس زائد 4 اكس هي مشات زائد 1 ناقص 2 هي ناقص 1 ناقص 1 زائد 3 عفوا ناقص 1 زائد 4 هي زائد 3. وهنا عملت سي. عندنا التمرين الرابع كيقول لنا بلي اعتبر واحد المثلث اللي هو ا بي سي، ان وقلنا انشئ النقطه دي من المستقيم ا بي، حيث عطانا العباره ان ا دي كتساوي 2 على 3 ا بي. فاش كيقول لك نعتبر مثلث، يعني هذاك المثلث ما كيحددلكش كيفاش دايره الطبيعه ديالو، فالا بغيتو ترسمو من الاحسن انكم تفاداو نهائيا هذوك الاشكال اللي هما معروفه، مثلا قائم الزاويه او لا متساوي الساقين او لا، هادو حاولوا تفاداوهم، حاولوا ديروا شي مثلث عادي، يعني مازال ما حدد ليكش كيفاش داير. يعني قال لنا اعتبر المثلث ا بي سي، اذا غادي نرسمو مثلا ندير بحال هكا. ا بي سي وقال لنا واحد النقطه دي من المستقيم ا بي، دي كتنتمي الاب بي، ها هو عندي اب بي. ومن بعد بغانا قال لي ا دي كتساوي 2 على 3 اب بي. ا دي بعدا كاينه نفس الاتجاه ديال اب بي، كيف شو ا دي اب بي يعني ا غدا بي، يعني نفس هاد ا غدا دي نفس الاتجاه. وقال لي 2 على 3 من اب بي، اذا هاد اب بي نقدر نقسمه على 3. ممكن نحاولوا تقسموا داكشي يعني بمسطره يكون قد هادو ثلاثة القطع. وقال لي بلي اد عفوا ان اد هي 2 على 3 ثلثين من اب، اذا قلنا ثلثين ناخذ هاد جوج ثلث لانها نفس الاتجاه ديال اب، غنمشي وغادي نرسم هنا دي، هنا فين غتكون دي. صافي حنا نشئنا دي. من بعد سؤال ثاني قالوا لي المستقيم الموازي لبي سي، ها بي سي المستقيم الموازي لبي سي والمار من دي يقطع ا سي في النقطة او، اشنو غنرسم؟ غنرسم الموازي ديال هذا بحال هكا، نعتبر ان هذا هو واحد المستقيم موازي لبي سي، وقطع لي ا سي في واحد النقطة، هاد النقطة هنايا سميناها او. اذا عندي هذا موازي لهذا، هذا مثلا غنسميه دي مثلا او لا دي او، عندي هذاك دي او كي دايرة موازية لبي سي، هادي معلومة غادي تفيدنا. السؤال الاول قالوا لي حدد دي او، دي او هاد القطعه هادي بدلاله بي سي، دي او بدلاله بي سي. اشنو غادي نديرو هنايا؟ الا فشنا عندي هنا ا دي كتساوي 2 على 3 ا بي، باش نحصل على دي او كتعرفوا بلي عندنا
مبرهنة الطاليس المباشرة أو حتى قبل كنت قريتها على أساس أن إذا كانوا مستقيمين مستقيم موازي على ضلع مثلا في مثلث، فكتكون عندنا قيمة ديال أ أو على أ سي كتساوي أ دي على أ بي كتساوي أو دي على بي سي، وهي اللي غادي نخدمو بها. إذا عندي هنايا أو دي أو دي أو اللي بغيتو دي حسب ديك الخاصية. هنا باش كيف القاعدة ديال مبرهنة الطاليس كتقول لنا اللي عندنا مستقيم كيمر من في مثلث على موازي على ضلع اخر في مثلث، فعندنا القاعده ديال مبرهنة الطاليس ان ا او على ا سي كتساوي ا دي على ا بي كتساوي او دي على سي بي. هذه قاعده. هنا شنو بغينا؟ بغينا دي او بدلاله بي سي. هاي الدي او فين هي الدي او؟ هي هادي. هادو مبرهنة الطاليس على حسب المسافات، يعني الدي او راه كتساوي او دي، يعني معروفه هادي. وعندي بي سي بغينا دي او بدلاله بي سي. اشنو غناخدو شي اخر؟ الى لاحظتوا هنا عندي ا دي ها هي وعندي ا بي، اذا غادي نستعمل هاد العلاقه هادي. هادو عندي ا دي شنو كتساوي؟ ا دي على ا بي كتساوي او دي على سي بي كتساوي هادي بوحدها، بعدا غنحسب هادي ديال ا دي على ا بي حسب هاد العلاقه هادي. عندي ا دي و ا بي نفس الاتجاه، يعني نقدر نحيد ليهم المتجهات. كتساوي لي عندي ا دي الفوق، عفوا ا دي قلنا هي جوج على 3 ا بي، وعندي ا بي لتحت. اذا غنختزل هذه غتبقى لي جوج على 3. اذا او دي على سي بي كتساوي لي جوج على 3. اذا او دي كتساوي جوج على 3 سي بي. شنو قالوا لي؟ بغاو دي او بدلاله بي سي. هي دي او بدلاله بي سي، راه تقدروا تكتبوا دي او كتساوي جوج على 3 بي سي. تلقى مبرهنة الطاليس. من بعد قال لي بين بلي دي او كتساوي بي سي. عندي هاد دي او وها بي سي فهما في نفس الاتجاه، يعني نقدر نكتب عليهم المتجه. اذا دي او متجهه كتساوي جوج على 3 بي سي متجهه. صافي غندوزو باش نبينو ا او. قلنا بين ان ا او كتساوي جوج على 3 ا سي. ا او و ا سي غنستعمل عاوتاني مبرهنة طاليس. عندي ا او على ا سي شنو كتساوي؟ نقدر نستعمل ا دي او لا نستعمل دي او اللي يلاه بينتها كتساوي او دي على سي بي، او لا دي او على تساوي دي او على بي سي. شنو بغينا هنا؟ ا او. اذا ا او كتساوي ليا دي او على بي سي مضروبة في ا سي. انا ا سي بغينا اشنا هي دي او على بي سي؟ غنستعمل هاد العلاقة هادي. اذا دي او كتساوي لي جوج على 3 بي سي على بي سي مضروبة في ا سي. هاد بي سي غنمشي مع هاد بي سي، اذا غتبقى لي جوج على 3 ا سي. عندي ا او و ا سي نفس الاتجاه، اذا غندير لهم متجهة ا او كتساوي جوج على 3 ا سي. بالنسبة للتمرين الخامس عندي ا بي سي مثلث و ام منتصف القطعة بي صغرى، وانا كندير عندي ا بي سي مثلث، انا ارسم ا بي سي مثلث ام منتصف بي سي. هيا نعتبر ان ام منتصف بي سي. لتكن دي نقطة بحيث ام دي كتساوي واحد على اربعة الربع من ام ا. غنرسم هو اللول ام ا وغناخد منها الربع ديالها هو هذا. اذا هذه هي دي. من بعد قال لي تكون او مسقط او المسقط ديال دي على بي سي بتوازي مع ا بي. اذا غادي ندير المستقيم موازي ل ا بي هو هذا، غيسقط على بي سي ب او
هذا موازي ل ا بي. من بعد اف هي المسقط ديال دي على بي سي بالتوازي مع ا سي. اذا دي غادي ندير عاوتاني المستقيم الموازي لها مع ا سي، نرسمو هذا وغيعطيني هنا النقطه اف داكوغ بتوازي مع سي. وقلنا او دي كيقطع هاد او دي، هذا كيقطع ا سي في ك، هي النقطه ك. احنا نشئنا واحد الشكل. من بعد قالوا لنا بين ان ام او كتساوي، ام او هي هذه كتساوي 1 على 4 ام بي. ام او كتساوي 1 على 4 ام بي. شنو غادي نحاولوا نديرو؟ وعندي المعطى ان ام دي كتساوي 1 على 4 ام ياك. الا شفتوا هذا موازي لهذا، ناخذ المثلث، في المثلث ام بي لدينا او دي توازي ا بي حسب المعطيات ياكو. اذا حسب مبرهنة طاليس مباشرة فإن عفوا فإن ام او على ام بي كتساوي ام دي على ام ا داكوغ. اذا حنا شنو بغينا؟ بغينا ام او. اذا ام او كتساوي ليا ام دي مضروبة في ام بي على ام ا. وحسب المعطيات هنا عندي ام تي كتساوي 1 على 4 ام ا. اذا 1 على 4 ام ا مضروبة في ام بي على ام ا، غتختز ليا ام ا مع ام ا، تبقى ليا 1 على 4 ام بي. هذه ام او نفس الاتجاه، اذا غندير لهم متجهه صافي. انا بينت هذه. من بعد شنو بغينا نبينو؟ بلي ام اف كتساوي 1 على 4 ام سي. عاوتاني عندنا هنا ام دي وعندي هنا ام ا، اذا غناخذ هذا المثلث ام ا سي اولا ا سي ام، غناخذ تقريبا نفس الشيء في المثلث ام سي. عندي اف دي حسب المعطيات توازي ا سي. اذا حسب مبرهنة طاليس المباشرة فان ام اف على ام سي كتساوي ام دي على ام ا. اذا ام اف كتساوي ام دي مضروبة في ام سي على ام ا. وحسب المعطيات فام دي كتساوي 1 على 4 ام ا مضروبه في ام سي على ام ا. ام ا غنمشي ليها معادي، اذا كتبقى ليا 1 على 4 ام سي، الشيء اللي بغاو صافي. ندوزو للثالثان، قال لي استنتج ان ام منتصف او اف. عندي هنا جوج العبارات درتهم قبل، اذا غنستعملهم في هذا السؤال. شنو الا جينا غير نفكروا شويه شنو كنلقاو؟ عندي ام راه منتصف بي سي، يعني من ام لبي كتساوي ام سي حيت منتصف ياك. وشنو عندي هنا بين هذه هي الربع ديال هذا النص، وهذه هي الربع ديال هذا النص. حسب هذا الشيء ام او هي الربع ديال ام بي، وام اف هي الربع ديال ام سي، اذا غيكونوا متساويين. ولكن خصنا نبينوها بطريقه اللي هي رياضيه. اذا شنو غادي ندير؟ غندير ام او زائد ام اف بحال هذه، يعني نطرق من هادو ونجمع ام او زائد ام اف. حيت شنو كتقول لنا العلاقه؟ الا كانت قطعه ا بي وعندها مثلا المنتصف ديالها ام، فان ام ا زائد ام بي خصها تعطينا متجهه منعدمه، والمسافه بيان سور كتساوي النصف صافي. اذا غادي نحاول ندير ام او زائد ام اف.
اشنو كتساوي لي حسب هذا السؤال اللي قبل؟ ام او هي 1 على 4 ام بي، و ام اف هي 1 على 4 ام سي. عندي ام بي وعندي هنا ام سي، اشنو كتساوي ام بي؟ لدينا ام منتصف بي سي، اذن ام بي ام بي غتساوي لي ناقص ام سي، كتساوي ناقص ام سي. صافي، اذا نقدر نرجع هنايا، غتساوي لي ام بي ناقص ام سي، يعني 1 على 4 ناقص 1 على 4 ام سي بهذا الناقص هذه، زائد 1 على 4 ام سي ناقص 1. اذا كتساوي لي متجهه منعدمه، وبالتالي ام منتصف او اف، الشيء اللي بغينا نلقاو. رابعا نبينو العباره اللي عطاونا، شوفوا كيفاش غنبينوها. بين ان سي او كتساوي 5 على 8 سي بي، ها هي سي سي او. ها حنا نشوف، شوفوا على حسب الشكل، عندي سي او شنو كتساوي ليا؟ كتساوي لي سي ام زائد ام او. شو سي ام زائد ام او شنو بغاو ليا؟ حنا بغاو دلالة سي بي. اشنا هي سي ام؟ سي ام هي 1 على 2 من سي بي، حيت ام منتصف سي بي. صافي، ام منتصف بي سي، اذا هاد سي ام راه هي 1 على 2 سي بي. اذا غنعوض هادي 1 على 2 سي بي. وشنو كتساوي لي ام بي؟ ام او ها هي هنا خرجتها، هي 1 على 4 ام بي. حنا هنا قلنا شنو بغينا؟ بغيناها بدلاله سي بي. اذا شنو غادي نديرو هنا؟ غادي ندخل سي في هذه العلاقه هذه. شنو غتساوي عندي؟ 1 على 2 سي بي، ندخل علاقه شال، اذا غتولي 1 على 4 عامل ل ام سي زائد سي بي، علاقه شال بسي. صافي، ها هي ام سي، عندي ام سي زائد سي سي بي، هي قلنا ام بي. اذا عندي 1 على 2 سي بي، غنزيد زائد 1 على 4 سي بي، زائد 1 على 4 ام سي. ام سي ام سي شنو كتساوي؟ ام سي كتساوي 1 على 2 بي سي في نفس الاتجاه. ام سي كتساوي 1 على 2 بي سي، اذا زائد 1 على 4. قلنا هاد ام سي شنو كتولي ليا؟ 1 على 4 1 على 2 بي سي، 1 على 2 بي سي، انا زائد 1 على 4 سي بي. شنو هي 1 على 4 سي بي؟ 1 على 2، الا وحدنا المقام 1 على 2 زائد 1 على 4 شنو كتساوي ليا؟ نوحدوا المقام 8، اذا كتساوي 4 زائد 2 اللي هي 6 على 8. اولا تقدروا تعملوا يعني توحدوا المقام ب 4، اذ كس 4 هي 2 زائد 1 هي 3، 3 على 4. اذا 3 على 4 سي بي. صافي، الوغ هنا قلنا بي سي، شنو هي بي سي؟ فنقدروا نديروها سي بي، ندخلوا عليها تولي لنا ناقص. اذا هنا هي 3 على 4 سي بي ناقص، حيت غنقلب سي بي وغتولي عندي 1 على 8 سي بي. صافي، غنوحد المقام هنايا، عندي سي بي هي 3 على 4 ناقص 1 على 8، غنوحد المقام ب 8. اذا هاد 4 غنضربها ب 2 والفوق 2 هي 6 ناقص 1، اذا كتساوي ليا
داكشي اللي بغاو ليا في التمرين، 5/8 سي بي. صافي نتمنى تفهموا هذه. فبقينا كنمشيو بعلاقه شال وبقينا كنشوفوا في الشكل حتى هو ضروري تحطوه حداكم وتحاولوا تفهموا الشكل مزيان. فإلا فهمتوا الشكل مزيان وعرفتوا وعقلتوا على شنو اللي متوازي مع شنو، فكتقدروا انكم تخرجوا بزاف ديال الحوايج غير انطلاقا من الفهم ديال الشكل. وما تحاولوش تجيو شي واحد شي حاجه زايده شي حاجه ما قالوهاش لكم في التمرين، ديما احترموا المعطيات. من بعد قالوا لي استنتج ان سي كا كتساوي 5/8 سي ا. عندي هذا المستقيم هذا كي داير موازي على الدي او، هادي كي دايره الدي او، دي او موازيه على ابي. ها هي قال لي او مسقي دي على بي سي بتوازي مع ابي، اذا هذا المستقيم راه موازي لابي. صافي وعندي هنايا هذا المستقيم هذا موازي لسي. بغينا حنايا هاد كا هادي عندي سي او، سي او ها هي لقيناها. اذا شنو غندير؟ غنحاول نشد المستقيم يعني ا بي سي وغناخذ هذا المستقيم هذا اللي هذا اللي موازي على ا بي وغادي نستعمل مبرهنه طاليس. نتمنى تفهموا هذه العلاقه هذه. عندي في المثلث ا بي سي عندي او دي اللي كتمثل او دي موازيه ل ا بي. صافي هي حسب الاسقاط بالتوازي. وعندي ك كتنتمي لهاد او دي، اذا نقدروا نعتبروا ك او. اذا ك او راه هاد المستقيم موازي ل ا بي حيت ك راه كتنتمي لهداك او دي. صافي اذا غناخذوا هاد المثلث وغتجي عندي هنايا سي ك اللي بغينا هنا. اذا غندير سي ك على سي ا شنو كتساوي ليا؟ انا بغيت سي على وانا عندي سي بي ها هي حسبناها وعندي سي او. اذا غادي ندير ها هو كيفاش داير المثلث باش الا ما بانش لكم. عندي هنايا ا عندي ك عندي سي وهنا عندي سي عفوا نحاول نبسط اكثر. المثلث عندي داير بحال هكا، عندي هنا سي عندي هنا ك وعندي هنا ا وعندي او وعندي بي. ها كيفاش داير مثلث؟ صافي هذا قلبته هو هذا. اذا هاد ك او موازي على هادي، اذا غندير مباراه طاليس سي ك على سي ا كتساوي سي او على سي بي، سي او على سي بي. صافي بصح هاد الشكل هذا صافو. غادي ندير اذا سي ك هنايا شنو كتساوي ليا؟ غندير هاد سي ان طلع اللي هو سي او مضروب سي ا على سي بي. قبل كنت خرجت سي او تعبير ديال كتساوي 5/8 سي بي. اذا سي او اللي هي 5/8 سي بي مضروبه في سي ا على سي بي. غتمشي ليا سي بي مع سي بي اذا غتساوي 5/8 سي ا. غندير اشارات حيت بدهم نفس المعنى الشيء اللي بغاو. نتمنى تفهموا هذا التصحيح هذا.